الله، ده ناس جامده قوي. بنحتفل باحتفال مهم جدا، وعندنا فقره خاصه جدا جدا عن حقيقه شيء جاي في وقت مهم جدا برضو. النهارده هنحتفل وهنتكلم عن الاحتفال بالعيد الأربعين لجلوس البابا شنودة على الكرسي البابوي، والبابا شنودة طبعا هو رقم 117 في تاريخ البطارقة. الاحتفال هيكون بحضور بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية أبونا باولوس، وبطريرك الألمن الأرثوذكس في لبنان، وبطريرك السوريان الأرثوذكس في سوريا. احتفال بيجي في وقت زي ما احنا قلنا مهم جدا، لانه هيفتح ملف كبير جدا 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 جدا. ملف ده طبعا مش اول مره يتفتح، خصوصا بعد احداث يناير، ولكنه لازم يعاد صياغته، ولازم يعاد التعامل فيه بشكل حضاري وواقعي ومستقبلي ايضا. احنا بنتكلم عن قطب مهم جدا من قطبي الامه. النهارده هيكون معانا في هذه الفقره ومنورنا القس انجيلوس راعي كنيسه القديسين جوارجيوس وأنبا أنطونيوس ومصر الجديدة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. والنهاردة أيضا هيكون معانا ومنورنا ضيف عزيز، وهو مش غريب زي ما بيقولوا على بيت نهارك سعيد، طبعا الكاتب الصحفي والأستاذ لويس جريس. صباح الخير يا فندم. صباح النور. زي ما قلنا الاحتفال السنة دي واخد طبيعة مختلفة، مش عشان هو الاحتفال بالعيد الأربعين، ولكن لأهمية توقيت هذا الاحتفال لشخص المحتفى به، وايضا لاهميه التوقيت وحضور شخصيات كبيره جدا. هل اضفاء اهميه كبيره جدا على الاحتفال دوت في هذا التوقيت له اسباب اخرى غير السبب الاساسي هو الاحتفال بهذا العيد؟ سؤال واضح انه صعب. مين هيرد؟ هو الاحتفال بشخص قداسة البابا كشخص، ايوه، له قيمه كبيره. تمام. لشخصه، ايوه، بجانب الاحتفال بمركزه الروحي والكنسي برضو كبير. تمام. يعني بابا الإسكندرية ده كمركز روحي وكنسي كبير، كرسي ماري موروس ده لوحده طبعا، وقداسة البابا كمان يعطي أيضا صورة عميقة وقوية للاحتفال. فالاحتفال إذن بالوضعين ده، البابا كشخص والكرسي المرقصي كمان ككنيسة. طيب خلينا نتكلم مع أستاذ لويس، رأيك إيه؟ شوف يعني الحقيقة إيه، في نقطة مهمة لابد من معرفتها، وهي إيه؟ إن مصر دي هي البلد الوحيد الذي ذكر اسمها في الكتب المقدسة، سواء كان التوراة، الإنجيل، أو القرآن الكريم. ومن هنا يجب أن نتنبه إلى أهمية مصر في العالم. فجميع أطفال العالم عندما يذهبون إلى المدرسة يعرفون مصر وأهرام مصر طبعا. وأيضا المسيحيون في جميع أنحاء العالم يعرفون قصة هامة تنفرد بها مصر، وهي قصة العائلة المقدسة ورحلتها إلى مصر طبعا. وكل الحاجات دي ما كانتش صدفة، لأن مصر فعلا بلد مباركة ومذكورة في جميع الكتب السماوية وكل الأديان. من هنا الحقيقة بيأتي في مركزين مهمين جدا في مصر. احنا كحكومة وكآليات عمل مش مدينهم الأهمية التي يجب أن يعطى لهم، وهم مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية. فالكنيسة المصرية هي التي أعطت المسيحية للعالم، كما أن الأزهر الشريف هو الذي أعطى الإسلام للعالم. ليه؟ في هذا المكان الدراسات والأبحاث والأعمال التي انفردت بها مصر سواء في المسيحية أو في الإسلام لا توجد في أي بلد آخر. من هنا مهم جدا. فكان الأولى بأن يتولى معرفة ذلك أبناء مصر، لكن حصلت في تحولات وفي بعض العصور المظلمة ان ده بقى لوحده وده بقى لوحده. أيه. النهارده الحقيقه ولاول مره في مصر بيجتمع الاثنين وبيتكون بيت العائله، وبيلتقي البابا شنودة مع
الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر. وفي مشاريع دي الحقيقة مقدمات وغيرها. دي مقدمات طبعا لمرحلة جديدة تعرفها مصر وتستطيع بها أن تسهم في الحضارة الإنسانية. نتمنى. خلينا بأن أستاذ لويس فتح ملف الكنيسة المصرية، خلينا نتكلم ونقول هل ضخامة الاحتفال هذا العام هي محاولة لاستعادة الكنيسة المصرية مكانتها ما بين كنائس أفريقيا، خصوصا مع الأزمات اللي مرت؟ احنا هنتكلم الأول على مستوى أفريقيا وكده بقى هنخش محليا، بس خلينا نتكلم خطوة خطوة. هل ده محاولة لاستعادة وضع الكنيسة المصرية وقوتها في المنطقة؟ بص يا عزيزي، الكنيسة القبطية مكانتها لا يمكن أن تهتز في أي وقت من الأوقات بأي صورة من الصور تحت أي مسمى. في ثلاث حاجات مهمة. الكنيسة القبطية هي كنيسة قائدة روحيا على مستوى العالم، هي التي فيها مدرسة اسكندرية في القرن الأول اللي علمت العالم كله علم اللاهوت. حينما كان يوجد أي هرطقة، يعني بدعة، كنيسة الاسكندرية اللي كانت بتقف قدامها على مدار التاريخ. الكنيسة القبطية هي اللي علمت العالم الرهبنة. أنبا أنطونيوس مصري، هو اللي هو رهبان العالم كله فيما بعد، صاروا على نفس النهج. المعنى الروحي بتاع المسيحية بيؤخذ من مصر، ده أولا. إذن روحيا مكانتها لا تهتز. تمام. ثانيا إيمانيا، إيمانيا بمعنى الإيمان القويم الذي سلمه السيد المسيح للرسل في مصر، وهي اللي علمت العالم أصول اللاهوت. إذن ده لا يهتز سياسيا، لكن لا إداريا تقصد بقى؟ والله سياسيا، لأن طبعا الكنيسة ملاش دخل بسياسة. لا مش دايما. لا 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 لا، مش دايما دايما. يعني أستاذ لويس ممكن يحضرنا في هذا الموضوع. لا ممكن أقول لك، هو بالطبع إيه، السياسة فرضت ليه؟ لأنه عندما ذهب الرئيس السادات إلى أمريكا وبدأ كامب ديفيد، فطلب من البابا شنودة الجالس على في كرسي مار مرقس أنه يعني يفتح القدس للحجاج المصريين الذين يقومون بزيارة القدس، وهو كان منحهم لأن فيه دير اسمه دير أبو سلطان في القدس تبع الكنيسة المصرية. إسرائيل أخدته وادته للحبشة، والحبشة ومصر بينهم وبين بعض 16 قرن من المحبة، وهم الاثنين يتبعون كنيسة واحدة. ولكن هيلاسلافي طلب من الرئيس عبد الناصر سنة 56 أنه يرسم بطريركا له حق رسامة المطارنة والأساقفة والقصص في أثيوبيا، واستجاب الأنبا يوساب بطريرك مصر في ذلك الوقت لطلب الرئيس عبد الناصر. من هنا بدأت السياسة تقترب من الكنيسة المصرية. أيوة، بس قداسة البابا مش بس رافض موضوع القدس علشان دير السلطان، لكن أيضا البابا له مقولة مشهورة قال إن احنا مش هنخش القدس إلا مع أخواتنا المسلمين. أيوة، ده طبيعي، دي قضية تانية. يعني دير السلطان ده موضوع هامشي، لكن القضية الأهم مش هنخش البابا إلا مع يعني بالظبط. هو احنا مش هنتكلم، بس هنتكلم بشكل عام. وده مش سياسة برضو، بالعكس، ده مش سياسة، دي محبة يعني. لا هي قمة السياسة يا أبونا يعني. لا دي محبة يعني. وهنخش من هنا هنتكلم على ان البابا شنودة بشخصه بقى، احنا بنتكلم الاول رمزية الاحتفال، خلينا نتكلم بقى على البابا شنودة بشخصه. بابا شنودة على مدى الاربعين سنة دول واجه ازمات كتيرة جدا 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 جدا، بدأت زي ما قلنا مع الرئيس الراحل انور السادات، ثم مع طبعا الرئيس المخلوع حسني مبارك. خلينا نقول، هل كانت التوفيق كان بيحالف البابا شنودة في مواقفه، ولا هي كانت سوء حظ، ولا كان سوء تقدير، ولا ايه بالظبط؟ يعني المشكلة كانت فين؟ في نقطتين مهمين. نقطة أولى، لما يكون بنتكلم على قرارات خارجة من قداسة البابا، لازم نحط في حساباتنا ثلاث عناصر مهمة. أولا، قداسة البابا شخص عميق جدا، يحمل حكمة عالية جدا، وكلنا أحيانا نبقى مش فاهمين القرار، لكن فيما بعد بنفهم. صحيح، فهو كشخص عميق جدا. احنا لما بنوزن القرارات ساعتها، لما بنوزن القرارات بنقول ده مين اللي عامل القرار ده، فلما يبقى شخص حكيم
في عمق وقامة قداسة البابا دي قصة تانية. نمرة اتنين التاريخ. قداسة البابا عبر بيه تاريخ طويل جدا بأحداث كتيرة وقدر انه يقود الكنيسة الى ما هو خير. نمرة تلاتة صعوبة الأحداث الخارجية كمان طبعا. بمعنى ان لما يبقى ايام في عصر الرئيس السادات تكون الأحداث عنيفة بالصورة دي وبوضع زي ده فيبقى لابد ان قداسة البابا يكون رد فعله متوافق مع الحادث. إذن الحكمة والعمق والتاريخ بجانب الرد الفعل المناسب اللي لابد ان هو يتاخد في أحداث عنيفة أو أحداث عادية. طبعا. طيب أستاذ لويس خلينا نتكلم، أنا عايز أعرف تعليقك على دوت وبعد كده نخش بقى على حاجة تانية. هو شوف يعني هي الـ 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 الوضع الحقيقة يعني لكل مرحلة رجالها. يعني أنا شخصيا علاقتي بالبابا شنودة بدأت من وأنا في ابتدائي، لأنه كان بيطلع مجلة اسمها مجلة مدارس الأحد وكان هو رئيس تحريرها وكان اسمه نظير جيد، وهو خريج قسم الفلسفة من كلية الأداب وعضو نقابة الصحفيين. والحقيقة يعني للبابا شنودة مواقف هامة جدا في مصر أساسها رؤيته المصرية للشؤون العامة. يعني هو كونه بطريرك وبابا الكرازة المرقسية والكنيسة الإسكندرية هو يعلم جيدا الميراث العريق الذي سبقه طبعا. وهو يعلم جيدا وضع الكنيسة المصرية في الخارج، خاصة أن هذه هي الكنيسة التي اختلفت مع بقية الكنائس. يعني هو في القرن الرابع الميلادي حصلت معركة كبيرة، قام بطريرك الإسكندرية بالانسحاب من المجلس المسكوني ورفض الأفكار الأخرى التي كان ينادي بها بابا روما وبابا انطاكيا في تلك الأزمنة. تمام. وهنا أصدر البابا في تلك الأيام قانون الإيمان الذي يردد في القداس كل صباح، كل يوم أحد أو كل يوم جمعة عند الصلاة، قانون الإيمان، والذي فيه يقر الاعتراف بالمبدأ المستقيم للكنيسة الأرثوذكسية الذي يوحد الإله، والذي يعلم أن للإله أشكال وصور كثيرة، من أهمها أنه الآب والابن والروح القدس، ليس بالمعنى الدنيوي ولكن بالمعنى الروحي. بس قانون الإيمان في المجمع اللي قبله، مجمع نقيا مسكوني وأنطاكيا، مجمع نقيا اللي حضرتك اللي تقصد اللي حصل في مجمع خلقدونيا اللي بعده. ايوه يعني اللي حصل فيه الخلاف. مجمع نقيا هو مجمع قانون الايمان اللي العالم كله اتفق عليه وكان اللي صاغه البابا اثناسيوس. الفكره حضرتك قلتها. لكن اللي حصل خلاف اللي بين كنيسه الاسكندريه وبين كنيسه روما وانطاكيا وقسطنطينيه وقتها كان حصل في مجمع خلقدونيا 451. منكم نستفيد. طيب